بسؤالي بخصوص سؤالي في النووي، إذا سمحت لي سيادة القائد، بخصوص سؤالي لم تجبني بخصوص إذا ما اتجهت أوكرانيا معها الدول الغربية وعلى رأسهم الولايات المتحدة إلى تزويد أوكرانيا بمقاتلات حربية، ماذا ستفعل روسيا في هذا التطور؟ لأن هناك اجتماع في الأسبوع المقبل في قاعدة رامشتاين في التابع لقوات الناتو في ألمانيا، وهناك أيضا دراسة لمسألة تزويد أوكرانيا بحسب ما قالت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون بأن هناك مباحثات بخصوص تزويد أوكرانيا بمقاتلات حربية، ماذا ستفعل روسيا؟ يعني مهما زودوا أوكرانيا إن كانت بمقاتلات حربية أو بدبابات أو بأي أنواع من الأسلحة لا يمكن أن تؤثر على أهداف العملية العسكرية الروسية. روسيا لديها الكثير من الأسلحة ولديها الكثير من المعدات حتى الآن لم تستخدمها، لذلك لا تريد هي أن تقوم بعملية إبادة أو بعملية تدمير لأوكرانيا. روسيا بحالة حرب مع حلف الناتو على العديد من الجبهات، أوكرانيا هي إحدى هذه الجبهات، لذلك روسيا عندما تقوم بتغيير الاستراتيجية وعندما تقوم بمناورات على حدود بيلاروسيا وبولندا أيضا، هذه رسائل إلى الغرب، روسيا ليست ضعيفة. ومن يعني من الجهل أن من يقول أن روسيا يمكن أن تسلم بالهزيمة كما يريد الحلف الناتو أو تريد الولايات المتحدة الأمريكية على أراضي أوكرانيا. طيب دعني أذهب في هذه النقطة إلى ضيفي في أيضا كييف سيد مناف، ابقى معي سيد أيوب، سأعود إليك. بالنسبة للحرب الروسية الغربية وأيضا مسألة الوهم، هذا سيد مناف ما سمته ماريا زاغاروفا المتحدثة باسم الخارجية الروسية، تقول بأن الحديث الأوكراني المتكرر وأيضا ترويج أيضا حديث كييف عن استعادة شبه جزيرة القرم ليس إلا ترويج لوهم بالنسبة للجانب الأوكراني. كييف تروج كما قالت أفكارا واهمة عن عزمها عن مسألة استعادة القرم. أنتم واهمون أو أوكرانيا واهمة في هذا الأمر وتعيش في أوهام بخصوص التطورات العسكرية؟ أولا بخصوص تحرير شبه جزيرة القرم، هذا الشيء بات على المحك، وأيضا نحن ننتظر الأيام والأسابيع والأشهر المقبلة التي سوف تثبت للجميع ما هو كيف ذلك وأنتم وكيف ذلك وأوكرانيا الآن تنسحب وتتراجع في دونيسك. لا تنسحب، وهذه هي أبغاء أحلام للجانب الروسي وهم يتمنون طبعا الانسحاب. يتحدث زميلنا من موسكو عن أن العملية العسكرية وأهدافها هو حيادية أوكرانيا وتحرير أوكرانيا مما يسمونهم بالنازيون الجدد، ولكن في الحقيقة أنا لا أعلم عن أي حيادية وهو يقوم بسرقة الأراضي الأوكرانية، عن أي مبرر يدخل ويسرق ويحاول سحب أراضي أوكرانية معترف بها من قبل الأمم المتحدة عام 1991 وأيضا في عصبة الأمم المتحدة قبل أن تتولد ما يسمى بدولة روسيا وأيضا إمبراطورية روسيا القيصرية وإلى آخره. عن ماذا يتحدثون؟ والله أنا أستغرب عن محللين روسيا بالله الكريم، يعني سبحان الله جميعهم يتفقون على لا يتفقوا مع الإعلام ومع العالم ومع الرأي العام، وهم يتحدثون فقط عن أمجاد روسيا وهم يقاتلون وهم يحررون وهم على يديهم عملية عسكرية. أي عملية عسكرية يستدعي منهم أخذ احتياط مقاتلين جدد من الشعب الروسي لكي يقاتلوا في الأراضي الأوكرانية. يا عزيزي الكريم، يا أخوتي الأعزاء وللمشاهدين الكرام، ما يقوم به روسيا هو عبارة عن فقط إبراز قوته وتجارب أسلحته في داخل الأراضي الأوكرانية. لم تتدخل الغرب في شؤون أوكرانيا إلا عندما تدخلت روسيا في شأن أوكرانيا. ولكن سيد مناف الآن يدور الحديث بأن المعركة الآن هي معركة روسيا مع الولايات المتحدة ومعركة كسر عظم في أوكرانيا، تصفية حسابات الآن في أوكرانيا، هكذا يقرأ المشهد حاليا في أوكرانيا، تصفية حسابات بين دولتين عظميتين روسيا وأمريكا. لا لا عزيزي، هذا الكلام غير صحيح، هذا الكلام خاطئ، هذا كلام مستند من بعض الأجندات الروسية التي تتحدث وتنقل الأخبار للرأي العام لكي يتحدثون به المحللون. هذا الكلام غير صحيح. من يقاتل في داخل الأراضي الأوكرانية هم مقاتلون أوكران من أم وأب أوكران،
لا احد يقاتل غير الشعب الاوكراني، غير المواطنين الاوكران ومن ساكنين في الاراضي الاوكرانيه. ان كان يتحدث زميلنا عن موسكو ان هناك مجموعه من فيلق دولي يقاتل في داخل الاراضي الاوكرانيه، نعم هناك فيلق دولي، كون ان بولندا تربطها علاقه عائليه كما تربط اوكرانيا بروسيا وبيلاروسيا. هناك ايضا مقاتلين روس يقاتلون في صفوف القوات الاوكرانيه، شيشانيين يقاتلون في صفوف القوات الاوكرانيه، ايضا بيلاروسيين يقاتلون في صفوف القوات الاوكرانيه. نحن اليوم نتحدث عن كرامة. اليوم دخلت القوات الروسية وتحاول سرقة الأراضي وقتل وتسليب وتهجير وتصفية وتقطيع المدن وأخذ وسرقة طيب. المدن بحيادية أوكرانيا. عن أي حيادية يتحدثون؟ ابقى معي سيد مناف. مفاوضات قريبة بالمناسبة. سأعود إليك بمسألة المفاوضات بعد أن يعني